هل تشعرين بأنك تتحولين إلى ممسحة؟ هل تحاولين بشكل يائس أن تبقي أرضك نظيفة؟ إذا حان وقت التغيير. نقدم إليك شارك ستيم بلاستر، إنه المنظف البخاري الأول المصمم علميا لينظف، يلمع ويجفف الأرض بخطوة واحدة. هذا صحيح، شارك ستيم بلاستر يزيل السخام الشديد عن مربعات الأرض، يمحو البقع عن الأراضي المغطاة باللينوليوم والفينيل، ويستأصل العلامات التي لا تمحى عن الأرض الخشبية. إنه ينظف بطريقة أسرع، أسهل وأفضل من وسائل تنظيف الأرض الأخرى، وهذا مضمون. السر جيب شارك ستيم المذهل المصمم بشكل متطور وبتقنيته الثلاثية الوظائف في التنظيف، وكأن لديك ملايين المماسح الصغيرة جدا بالبخار الحار، والتي تنظف فعليا كل بقعة من الأوساخ وتلمع وتجفف أرضك ومن دون أي جهد. مع البخار الحار جدا تتبخر المياه بسرعة، فتجف الأرض فعليا وتتألق وكأنها جديدة. كما أن حجم شارك ستيم بلاستر يسمح له بالوصول إلى حيث لا تستطيع ذلك المنظفات الأخرى ومطلقات البخار، حتى الأماكن المنسية تحت أثاثك. بوجود جيب بخار شارك، وعندما يتسخ جانب منه اقلبيه وتابع التنظيف، وعندما يتسخ الجانبان ضعيه في الغسالة وسيصبح جاهزا للتنظيف ثانية. والآن شاهدي ما يمكنه أن يفعل في منزلك. راقب قوته في إبعاد الفطريات، في التخلص من بقايا الصابون، وحتى في كيفية إزالة الشحم الصعب من المطبخ. شارك ستيم بلاستر ينظف ويعقم من دون منظفات كيميائية قاسية، ويأتيك مع جميع ما تحتاجين إليه لتنظف أرضك ومنزلك بالبخار، وستحصلين على علبة إطلاق البخار بقوة السهلة الاستعمال بتقنية نموذج شارك البخاري، وهذا الخرطوم والعصا الإضافيين للوصول إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها، وجيب البخار الفريد من نوعه بتقنيته الثلاثية لتنظيف أفضل، أسرع وأسهل من وسائل تنظيف الأرض الأخرى. بالإضافة إلى هذه الأدوات الملحقة الرائعة لتحويل ستيم بلاستر إلى 25 آلة تنظيف في واحدة، مكثف القوة يزيل بقايا الصابون والجراثيم عن بلاط الحمام، ممسحة البخار المطاطية تقضي على بقايا الصابون، وهذه